من قلب المعاناة التي يعيشها أكثر العراقيين مع بدء الموسم الدراسي ينبع الخير على أيدي شباب عراقي قرر ألا يركن إلى التكاسل والدعاء، وانطلق نحو آفاق التكافل الاجتماعي وإعانة ذوي الحاجة. مجموعة من الشباب في مدينة الكوت مركز محافظة واسط شرعوا بحملة تحت اسم شبابنا لجمع الملازم المدرسية من خريج الصف السادس الناجحين، ومن ثم بدأوا في توزيعها على من يحتاجها من طلبة الإعدادية في ظل غلاء أسعار المستلزمات المدرسية لهذه المرحلة. المبادرة بصورة عامة أنه هي نأخذ الملازم من الطلاب اللي خلصوا السادس للطلاب الجديدين على السادس، لأن تكلفة الملازم هنا غالية، على كل ملزمة 10,000 على 10,000 دينار، وهي 13 مادة. الحملة لاقت قبولاً واسعاً بين طلاب الإعدادية، فأقبلوا من أجل الحصول على ما يحتاجونه من ملازم مدرسية، كما لاقت الحملة الشبابية ترحيباً من أولياء الطلاب. رأيت جميع الكتب من الإسلامية إلى العربي إلى الفيزياء إلى الكيمياء، ونشكر جميع المدرسين الذي بادروا في هذه الملازم. ولا شك أن التحرك الإيجابي للشباب في واسط يأتي نتيجة لغياب دور الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين، حياة يتمكن فيها أولياء الطلاب من توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم. يعني كنا نطمح أن تكون هذه المبادرة تنطلق من وزارة التربية ومن المعنيين بالشأن التربوي، لا أن تقوم بها مجموعة شبابية ربما يكون ناشطين مدنيين بادروا هذه المبادرة. هذه المفروض أن تقوم بها التربية والمختصين بالشأن التربوي. وبحسب مراقبين فإن إيجابية الشباب العراقي ومحاولتهم إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المواطنين لا يعفي الحكومة من واجبها تجاه العراقيين، بل إن تلك الجهود تؤكد فشل تلك الحكومة في القيام بواجباتها.